اليوم بدنا نبلش بمادة الفيزياء للصف العاشر. بدنا نبلش المجال الكهربائي. أخذنا قبل عن قانون كولوم وعرفنا شو هو قانون كولوم وكيف بيحسب لي القوة الكهربائية المتبادلة بين أي شحنتين عندي، سواء كانوا قوة تجاذب ما بين الشحنات المختلفة أو قوة تنافر بين الشحنات المتشابهة. اليوم بدنا نحسب عند أي مدى بتضل هاي الشحنات تأثر على بعض بقوة كهربائية. هذا المصطلح بسميه مجال هاي الشحنة. يعني هاي الشحنة هل بتأثر عندي إلى المال النهاية؟ طبعا لا، في إلها مجال معين بتأثر فيه، بسميه المجال الكهربائي لهاي الشحنة. عندي نوعين من أنواع المجال الكهربائي. أول مجال، مجال كهربائي منتظم ومجال كهربائي غير منتظم. رح نبلش نحكي عن المجال الكهربائي الغير منتظم، والمنتظم سوف نشرحه لاحقا. أول إشي، الغير منتظم له علاقة بالشحنة النقطية. نيجي الآن لتعريف الشحنة النقطية. الشحنة النقطية هي شحنة صغيرة جدا، بحيث إنه نصف قطرها صغير، فبسميها إنه ما إلها أبعاد لأنه بتكون عندي صغيرة جدا. نيجي هون للشكل. من خلال الشكل التالي أجب عما يلي. عندي هون الشكل، حطيت الشحنة النقطية شين وحطيت بجانبها شحنتين اختبار. شحنة اختبار شين نوت واحد وشين نوت اثنين، قربت منها شحنة وبعدت عنها شحنة أخرى، بحيث إني أشوف أي من الشحنات هاي بتتأثر بقوة كهربائية بتأثر عليها من شين. يعني حطيت بمسافة معينة بعدت شين نوت واحد وبدي أشوف هل هي بتتأثر بقوة كهربائية، يعني هل هي ضمن مجالها، وحطيت شين نوت اثنين بحيث أشوف برضو تتأثر بقوة كهربائية من شين، فهي بتكون إذا بتتأثر فبتكون ضمن هذا المجال، إذا ما بتتأثر فبتكون خارج، أو بتكون ما بتتأثر بقوة كهربائية فبتكون برا مجال شين. السؤال الأول، أي من الشحنات شين نوت واحد وشين نوت اثنين سوف تتأثر بقوة كهربائية من الشحنة الكهربائية شين؟ يعني أول إشي بدي أشوف، أنا أدرس شين هاي، بدي أدرس مجالها من خلال شين نوت واحد وشين نوت اثنين، بدي أشوف لوين بوصل مجال الشحنة شين. أنا بعرف إنه هذا الخط رسمته خط وهمي، مجال كهربائي أنا ما بشوفه، أنا برسمه لسهولة تدريس وسهولة إنه الفهم، بعمل خطوط وهمية. فهذا الخط هو عبارة عن خط مجال من الشحنة شين، هاي الشحنة الكهربائية. فأي قوة، أي شحنة بتوجد برا هذا المجال ما رح تتأثر بقوة من شين. إذا عندي مين اللي بتأثر فيه بقوة كهربائية من شين؟ هي شين نوت واحد، لأنها داخل مجال الشحنة الكهربائية شين، وهي هاي المسبب للمجال، هاي الشين هي اللي سببت للمجال. طيب لماذا شين نوت تينين لم تتأثر بقوة كهربائية من الشحنة الكهربائية شين؟ أكيد طبعاً لأنها خارج مجال تأثير القوة من شين، خارج مجال، فهي أكيد ما رح تتأثر عندي بقوة كهربائية. ماذا نسمي كل من شين وشين نوت واحد وشين نوت تينين؟ شين هي الشحنة الكهربائية النقطية المسبب للمجال، هي الشحنة النقطية اللي حكينا عنها انها صغيرة جدا لا ابعد لها، فهي بتسبب لي هذا المجال او الخط الوهمي اللي انا رسمته. شين نوت واحد هي شحنة اختبار بتختبر لي هل في موجودة قوة من شين الشحنة النقطية هاي او لا، فهاي هي شين نوت واحد، هي شحنة اختبار وبتكون موجبة وبتكون صغيرة حيث لا تؤثر على المجال الكهربائي الأصلي للشحنة شين. يعني ما بدي تأثر لي بمجال كهربائي يخرب على شين النقطية، فهي بتكون صغيرة جدا. شين نوت اثنين نفس الشيء، شحنة اختبار موجبة تكون صغيرة جدا حيث لا تؤثر على المجال الكهربائي الأصلي للشحنة شين. طيب الآن بالعودة للرسم السابق اللي هو الرسمة اللي أخذناها قبل شوي، اللي هي شحنة الشحنة النقطية شين وشحنة الاختبار شين نوت واحد اللي بتتأثر بقوة كهربائية من شين لأنه ضمن خطوط مجالها، وشين نوت اثنين هي خارج المجال اللي ما بتتأثر بأي قوة كهربائية من شحنة الاختبار شين. لو نيجي بدنا نحسب هون القوة الكهربائية بين شين وشين نوت واحد، ليش شين نوت واحد؟ لأنه هي بتتأثر بقوة كهربائية لأنها ضمن مجالها، أما شين نوت اثنين فهي خارج المجال فما بتأثر عليها أي قوة كهربائية من شين. نيجي بنعوض قانون إيش اللي بيحسب لي القوة الكهربائية، أكيد قانون كولوم اللي هو القوة الكهربائية 9 × 10⁻⁹ في شين ضرب شين نوت واحد على المسافة بينهم تربيع. قيمة الشحنة النقطية شين وقيمة شحنة الاختبار شين نوت واحد على المسافة الفاصلة بينهم. طيب هاي هي مقدار القوة الكهربائية أوجدناها من خلال قانون كولوم.
نيجي للمجال الكهربائي. المجال الكهربائي كتعريف بدنا نشتق منه القانون، تعريفه هو القوى الكهربائية التي تؤثر بها الشحنة شين في وحدة الشحنات الموجبة. شو يعني وحدة الشحنات الموجبة؟ يعني شحنات الاختبار اللي أنا بحطها عشان أفحص وجود القوة أو حيز المجال الكهربائي. يعني هاي وحدة الشحنات الموجبة هي عبارة عن شحنات الاختبار الموجبة. تمام، الموضوع عند تلك النقطة. يعني بنيجي نحكي المجال، المجال هي القوة الكهربائية قاف على وحدة الشحنات الكهربائية الموجبة على شين نوت واحد. يعني الشحن هون كم عندي؟ كم شحنة اختبار تتأثر بالقوة؟ شحنة واحدة اللي هي شين نوت واحد فقط، فهي القوة على شين نوت واحد. باجي بعوض قانون القوة، القوة الكهربائية اللي هي قانون كولوم 9 × 10^9، الشحنة الأولى اللي هي شحنة الشحنة النقطية في شحنة الاختبار على المسافة بيناتهم تربيع على شين نوت واحد. باختصر شين نوت مع شين نوت بتروح، فقانون المجال الكهربائي بيطلع عندي 9 × 10^9 ضرب شين اللي هي بتكون بتأثر بالقوة على الفا تربيع، يعني هاي شين اللي هي الشحنة النقطية. نشتق وحدة المجال الكهربائي هون، نيجي على قانون المجال الكهربائي اللي هو القوة الكهربائية على شحنة الاختبار. القوة بقيسها بنيوتن والشحنات بقيسها بكولوم، فوحدة المجال الكهربائي هي نيوتن لكل كولوم أو نيوتن على كولوم. نيجي هون بنلخص تلخيص سريع. وجدنا أنه عندنا قانونين للمجال الكهربائي، أول قانون أوجدناه من التعريف وثاني قانون اشتقناه. قانون التعريف اللي هو القوة الكهربائية، إذا كان معطيني القوة الكهربائية كقيمة يعني بنيوتن، باجي بعوض على هذا القانون القوة الكهربائية على شين نوت. فقاف عبارة عن القوة الكهربائية التي تؤثر بها شين في شحنة الاختبار ونقيسه بوحدة نيوتن. أما شين نوت فهي شحنة الاختبار اللي أنا بوضحها عشان أفحص وجود قوة كهربائية أو أفحص ما مدى تأثير هاي شحنة الاختبار في مجال كهربائي معين. نيجي للقانون الثاني اللي احنا اشتقيناه اللي هو 9 × 10. هون لو كان القوة الكهربائية عندي غير معلومة، فباجي بحكي 9 × 10^9 في شين اللي هي شين شحنة الشحنة النقطية على المسافة بينهم تربيع، حيث شين الشحنة الكهربائية المسببة للمجال ونقصها بوحدة كولوم، وفهي المسافة بين الشحنة المسببة للمجال، يعني هون بهذا الشكل المسافة بين الشحنة المسببة للمجال وشحنة الاختبار، فالمسافة بينهم هاي بسميها فا وبتكون تربيع وبقيسها بوحدة المتر. طيب نبدأ الآن بالقانون الأول من قوانين المجال الكهربائي هو القوة الكهربائية على شين. هلأ إحنا حكينا في سابقا أنه عندي قانونين للمجال الكهربائي، قانون القوة بتكون موجودة عندي على شحنة الاختبار، وقانون بتكون عندي 9 × 10^9 في شين اللي بتأثر في القوة على المسافة تربيع. هلأ هون عندي بالمقام شين، يمكن أني أحط عشان أنا أوجد تأثير القوة أو وجود القوة ممكن أحط شحنة اختبار، ممكن أحط أي شحنة نقطية أخرى. هلأ شحنة الاختبار دائما حكينا أنها بتكون موجبة، شحنة نقطية أخرى ممكن أحطها موجبة تكون، ممكن أحطها تكون سالبة. وهون وضعنا شحنة اختبار وحكينا أنها بتكون صغيرة جدا عشان أنا أوجد المجال عند هاي النقطة. يعني لو كان في عندي هون، كان في عندي هون شحنة نقطية شين بتأثر في هذا المجال الكهربائي، أنا رح أوضع شحنة اختبار أسميها شين نوت. طالما أنا عرفت مثلا المجال الكهربائي في هاي النقطة، بيزبط أنه أشيل شين نوت أطلعها وأحط أي شحنة أخرى. هاي الشحنة الأخرى ممكن تكون موجبة وممكن تكون سالبة، أنا فقط وضعت شحنة الاختبار هون عشان أعرف المجال الكهربائي قيمته هون قديش بتكون، فبتكون شحنة الاختبار صغيرة جدا. خلينا نحكي عن اتجاه المجال الكهربائي. اتجاه المجال الكهربائي عند استخدام شين النقطية في القانون اللي هو قاف على شين، حيث شين ممكن أنه تكون عندي موجبة أو سالبة. حكينا إذا استبدلنا شحنة الاختبار بشحنة نقطية، شحنة نقطية ممكن أنها تكون موجبة أو ممكن تكون سالبة. فهون إذا كانت عندي الشحنة سالبة، فبتكون القوة الكهربائية عكس اتجاه المجال الكهربائي، يعني
القوة والمجال بيكونوا عكس بعض إذا كانت الشحنة اللي أنا حطيتها سالبة. أما إذا الشحنة اللي أنا حطيتها شحنة موجبة فالقوة الكهربائية بتكون مع المجال الكهربائي، يعني القوة بتكون مع اتجاه المجال الكهربائي إذا كانت الشحنة اللي أنا وضعتها شحنة موجبة. وهون خطوط المجال الكهربائي أو اتجاه المجال الكهربائي اللي هي القوة الكهربائية مع أو عكس المجال الكهربائي رح نحكي عنها بعدين لما نيجي نشرح خطوط المجال الكهربائي. نيجي للسؤال الأول، وضعت شحنة اختبار موجبة شيل نوت مقدارها، أعطاني مقدار الشحنة الاختبار، وإذا لاحظنا هون مقدارها 2.10 قوة سالب 9 كولوم فهي نانو، فقيمتها صغيرة جدا عند نقطة في مجال كهربائي، فتأثرت بقوة كهربائية مقدارها 6.10 قوة سالب 4 نيوتن، يعني أعطاني مقدار القوة اللي أثرت فيها شيل على شيل نوت. مش هي هون عنا حكينا إنه الشحنة النقطية بتأثر بقوة على شحنة الاختبار، أعطاني مقدارها الاختبار وطلب مني أوجد ألف مقدار المجال الكهربائي عند النقطة المذكورة. يعني لو نيجي لهاي الرسمة نفس الإشي، بده أحسب له المجال الكهربائي عند هاي النقطة مثلا، أعطاني القوة الكهربائية اللي بتأثر بينهم، كانت مقدار القوة الكهربائية اللي أثرت عندي هون كان مقدارها سالب أربعة عشرة أو لا 6.10 قوة سالب 4 نيوتن، كانت 6 × 10 قوة سالب 4 نيوتن، وأعطاني مقدار هاي الشين نوت، أعطاني مقدارها شين نوت كانت عبارة عن 2.10 قوة سالب 9 كولوم. تمام، بدي أحسب هون عندي المجال الكهربائي، باجي بعوض عن القانون، بحكي شيء المجال الكهربائي القوة على شيء النوت، والقوة أعطاني إياها 6.10 قوة سالب 4 على شيء النوت 2.10 قوة سالب 9، بتطلع عندي 3.10 قوة 5 نيوتن على كولوم. نيجي الآن لاتجاه المجال الكهربائي. اتجاه المجال الكهربائي مع اتجاه القوة، ليش؟ لأنه الشحنة اللي أنا حطيتها أو وضعتها الاختبار كانت موجبة، وهون إحنا اتفقنا إذا كانت الشحنة موجبة فبتكون القوة مع اتجاه المجال الكهربائي. هاي النقطة خلص أوجدته، فالمجال الكهربائي هون هو عبارة عن قيمته كانت 3.10 قوة 5 نيوتن على كولوم. يعني إذا أنا ما غيرت شين فالمجال الكهربائي هون خلص ثابت، هو 3.10 قوة 5 نيوتن لكل كولوم، فهون المجال الكهربائي عندي ما تغير لأنه شين أنا خلص مثبتيتها، سواء شلت هاي الشحنة النقطية شحنة الاختبار وحطيت مكانها أي شحنة أخرى فهون المجال ثبتته أنا، لأنه شين هون ما غيرتها اللي هي بتأثر بقوة كهربائية أو بمجال كهربائي معين. نيجي هلا للفرع باء. الفرع باء بحكي لي إذا وضعت عند النقطة المذكورة اللي هي أنا حسبت عندها المجال، طلع عندي مجالها 3.10 قوة 5 نيوتن هاي النقطة، بدي أحط عندها شحنة أخرى، بدي أشيل شحنة الاختبار اللي هي كانت قيمتها 2.10 قوة 9 سالب 9 كولوم، بدي أشيلها وأحط مكانها شحنة سالبة بمقدارها سالب 4.10 قوة سالب 6 كولوم. احسب القوة الكهربائية، طلب عندي القوة الكهربائية، طبعا القوة الكهربائية أكيد تغيرت لأنه عندي غيرت شحنة الاختبار الموجودة، بس المجال الكهربائي اللي عندي شو ماله؟ ضل ثابت لأنه الشحنة اللي أنا حطيتها ما غيرتها اللي بتأثر بالمجال، فالمجال الكهربائي هو القوة على الشين اللي أنا حطيتها شحنة الاختبار. المجال الكهربائي 3.10 قوة 5 بيساوي لي القوة على 4 اللي هي أنا حطيتها الشحنة اللي أنا حطيتها ب10 قوة سالب 6، فهون نضرب ضرب تبادل وبتطلع عندي القوة 12.10 قوة سالب 1 نيوتن. نيجي لاتجاه المجال، الشحنة اللي أنا حطيتها شو نوعها؟ نوعها سالبة، ممتاز. طيب أنا عندي لما تكون الشحنة سالبة فالقوة بتكون إيش؟ القوة بتكون عكس المجال الكهربائي، فعندي هون اتجاه المجال الكهربائي كان عكس اتجاه القوة لأن الشحنة كانت عندي نوعها سالبة.